الكامل الشوط الأول من لقاء ديربي النجف. نفط الوسط والنجف لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق النجف بهدف مقابل لاشا. وحيدر نجم يتلقى بطاقة حمراء. حيدر نجم واحد من نجوم النجف، واحد من الأسماء الكبيرة اللي مثلت النجف خير تمثيل في فترة نهاية الثمانينات ومطلع التسعينات. يتلقى بطاقة حمراء من حكم اللقاء محمد طارق أحمد، والشوط الأول ينتهي بهدف لفريق النجف. الهدف سجل عن طريق اللاعب طاهر حميد كابتن فريق النجف. أحبتي استراحة قصيرة ثم العودة وياكم بالشوط الثاني للقاء النجف ونفط الوسط. إلى ذلك الحين إلى اليوم أعود بالكلمة والصوت والصورة إلى الزميل العزيز سيف الجراح وضيفي الكريمين في الاستوديو التحليل. تفضل زميلي سيف. شكرا للزميل العزيز جمال الدراجي. إذن شوط المباراة الأول ينتهي بتقدم نادي النجف بهدف نظيف جاء في الدقيقة السادسة عن طريق طاهر حميد، هدف من كرة رأسية ومن حالة ثابتة سجل النجف أخيرا. هذا استلم المهمة وهنا بطاقة حمراء على عبد الغني شهد مدربي نفط الوسط والحصول على البطاقات الحمراء. حيدر نجم في نهاية الشوط الأول. نبيل عباس، نبيل عباس اللي حمل الدرع مع نفط الوسط في موسم 2014-2015 كلاعب، الآن موجود مع الكادر التدريبي. طرد لحيدر نجم في نهاية الشوط الأول، والآن طرد لنفط الوسط. عبد الغني شهد يحصل على بطاقة صفراء في بداية الشوط الأول وبطاقة بعد ذلك حمراء في هذه اللحظات، لذلك أيضا سيغادر ويبقى الدور على نبيل عباس هو اللي يقود الفريق من داخل الملعب. يبقى الدور على نبيل عباس هو اللي راح يقود الفريق من داخل الملعب بعد الطرد لحيدر نجم في نهاية الشوط الأول، والآن الطرد يأتي لعبد الغني شهد المدرب الأول لفريق نفط الوسط. مشرف المباراة السيد القيسي يتحدث. عبد الغني شهد مشرف المباراة يحاول أن يبعد عبد الغني شهد من المباراة. عبد الغني شهد إذن على المدرجات. عبد الغني شهد إذن على المدرجات مع حيدر نجم.